تطوير القواعد والإرشادات التقنية لملء وتشغيل سد النهضة، تعريف ظروف الجفاف واتخاذ التدابير لتخفيف أثار ذلك الجفاف هو ما اتفق عليه في اجتماع استضافته وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، اجتماع شارك فيه وزراء الخارجية والمياه والري في مصر وأثيوبيا والسودان بحضور رئيس البنك الدولي. هذا الثالث اجتماع من أصل أربعة هي في الأساس تقنية وتهدف إلى إيجاد طرق لتخفيف التأثير السلبي لسد النهضة الأثيوبي على مصر والسودان. هناك العديد من المسائل تتعلق بالسرعة التي سيتم بها ملء السد، فيضان المياه، وكيف ستتفاعل مع الفيضانات والجفاف. هذه هي المسائل التقنية التي يناقشها المجتمعون. الاجتماع إذن هو واحد من أربعة اجتماعات تقنية اتفق على عقدها أملاً في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة منتصف يناير المقبل. لا يفاجئني أنه خلال التوجه للنقاشات سيتمسك مختلف الأطراف بمواقفهم الحادة، لكن يمكن إيجاد الأرضية المشتركة في الوسط، وأعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تساعد الأطراف على إيجاد هذه الأرضية والموارد المالية التي يحتاجونها لتخفيف الأثر السلبي للسد على مصر والسودان. وكانت واشنطن دخلت على خط المفاوضات في أكتوبر الماضي، إذ أعلن البيت الأبيض في بيان أصدره دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مستدام وذي منفعة متبادلة بشأن السد. ويكمن الخلاف في آلية وقواعد إدارة سد النهضة، إذ ترى مصر أنه من الضروري أن يعمل السد وفق قواعد تقلل الضرر على كل من مصر والسودان ولا تؤثر على السد العالي، سواء لجهة توليد الطاقة أو التخزين. تكرر واشنطن القول أن جميع دول وادي النيل لها الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، كما تكرر الدعوة للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق. لكن لا يعرف ما إذا كانت الدعوة والمساعي الأمريكية المترافقة ستنجح في إنجاز اتفاق في الموعد المحدد منتصف الشهر المقبل. هبة نصر، سكاي نيوز عربية، واشنطن.